كتب الله لنا أن نودع في هذا اليوم المبارك ملفنا للترشح لهذه الرئاسيات التي نأمل أن تكون عرسا للجزائر الجزائر التي تبحث عن الخروج من أزمتها الجزائر التي تبحث عن استقرارها الجزائر التي تريد لاقتصادها أن ينهض من جديد الجزائر تحتاجنا في هذا العرس العظيم لذلك آمل أن, يكون أن تكون المشاركة في هذه الانتخابات سواء كنا فيها أم لم نكن فيها أن تكون المشاركة واسعة بإذن الله تبارك وتعالى